ابني انا مستنياك يا ابني عشان ناكل يا ابني. انا بياخد يا جدع. ازيكم عاملين ايه اخواتي وحبايبي؟ بشكر كل الناس على الكومنتات الحلوه دي، ولو انت اول مره تشوف فيديو لينا اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وكومنتات كتير وركات اكتر عشان عيله بنات سماس تكبر وتكبر. النهارده انا عازم العيله كلها على الغدا، وفي مفاجاه تانية. كملوا الفيديو لحد الاخر وهتعرفوا المفاجاه ايه. تعالوا نشوفوا هيطلبوا ايه. سلمى النهارده احنا عازمينكم كلكم على الغدا، شوفي انت عايزه تاكلي ايه وانا هكتبه عشان بحب اول العزومات دي. اي خدمه. بنات سماس بتدي كاس كاس كاس. بنات سماس قاعده موجود مش شايفكم. اول مره اعزمكم اهو. لا لا انبسطت والله. شوفي يا سلمى عايزه تاكلي سلمى. مشويات طبعا. ايوه مشويات. ماشي اكتبي لي فرخه مشويه. ماشي كفته. لا مش عايزه. لا انت عايزه اطلبيه. ما تعمليش اكل النهارده. فرخه مشويه. وبطاطس محمره. ماشي بطاطس. ورز اللي بالخلطه. ماشي ومحشي. محشي بقى مشكل بقى عشان ناكله بقى والاكل يبقى حلو. ولاقي بقى بنات التوميه وصلي رجع توميه. انت عايزه اللي انت عاوزاه. انت عارفه لا انتوا عارفين انا بحب اكل ايه. ماشي عاوزه ايه؟ والحلو بقى الكنافه بتاعتهم اللي هي صلصه مكرونه. ليه؟ ما انا رز بخلطه بقى. ما هو مش كل مره. خلاص ماشي بقى كفايه مكرونه. الحلو بقى ايه؟ الكنافه اللي هي على الفحم دي عشان بحبها. بس بالقشطه بالكاستر مش عارفه. ماشي يعني بطعم نفس الطعم. ماشي عايزه بيبسي ولا ليمون بالنعناع؟ الاثنين بقى. ماشي ليه عايزك تبولي؟ ده انت اقسم بالله يا محمد انت جدع. ماشي شكرا يا محمد والله العظيم انبسطت قوي. لسه كنت بفكر اكل النهارده. ماشي يا سلمى كده طلب سلمى بيبسي والليمون بالنعناع ده اللي هو الحاجه انت عايزاه والله. ربنا يخليك يا محمد. شكرا يا محمد والله العظيم. مش عايز اي حاجه تاني؟ لا لا شكرا. لا كده غدا يومين ده. ماشي اي خدمه. شكرا يا محمد ربنا يخليك. امنيه النهارده احنا عازمينكم كلكم على الغدا، شوفي انت عاوزه تاكلي ايه وقولي لي عليه. بجد والله؟ والله يا امنيه. اي خدمه يا من؟ اكيد في مناسبه. عيد جوازنا يا امنيه. اصل اكيد قلتها كده من غير اي مناسبه. ايوه عايزه تاكلي ايه بقى يا امنيه؟ عايزه فراخ مشويه. ماشي امنيه فرخه مشويه. امنيه فرخه مشويه. ماشي وعاوزه محشي. محشي محشي مشكل. ماشي وعاوزه ايه تاني؟ وكنافه بالنوتيلا. وطب مش عايزه مكرونه ولا رز؟ لا محشي وفراخ بس. انت بتحبي المكرونه وكنافه بالنوتيلا ومكرونه بكبكه. انا بحب مكرونه بكبكه يا جماعه زي محمد بيحبها. مش عايزه بطاطس محمره؟ بس حمارة؟ إيه لا مش بحب بطاطس محمرة. خلاص ماشي عاوزة الحلو بقى. كنافة بالنوتيلا. كنافة بالنوتيلا. بالنوتيلا ماشي يا أمي. كنافة بالنوتيلا بصراحة مش بحبها. بحب بالنوتيلا طعمها جميل قوي. مش عاوزة ليمون بالنعناع؟ لا والله شفتي؟ بس كده أمنية؟ النهارده طبعا يا جماعة هيتجوز ندى محمد. مبروك. انت زي العسل يا امنيه والله. مش عارفه كمان ايه. هو انا عايزه اقول كل سنه طيب ولا مش عارفه اقول كل سنه طيب عليك. ربنا يخليك يا حبيبتي. ماشي مش عايزه اي حاجه تاكليها تانية؟ لا شكرا عظيمه جميله. ماشي يا حبيبتي. ايه يا محمد عايزينكم كلكم على الغدا. بجد والله شكرا يا محمد. اي خدمه يا ايه. شوفي بقى انت عايزه تطلبي ايه وعشان اكتبه. انا عايزه اطلب ايه؟ ممكن تكون الناس اصلا حافظت انا بطلب ايه. انا عايزه فراخ. ماشي عايزه فرخه مشويه. فرخه مشويه. وطبقين رز. ماشي بس بسمتي مش بالخلطه اللي هو الاصفر. ماشي وكمان اصفر. ماشي وعايزه بطاطس محمره. ماشي بطاطس طبق واحد بس تكون سخنه. طبق واحد. حاضر. وعايزه ممبار. ماشي اهم حاجه بقى جنب كل ده السلطات بقى. حاضر. هو الفرخه مش بيجي مع السلطات والتوميه والطحينه وكل حاجه. طب بس كده. ماشي والحلو. الحلو ممكن مثلا جيلي عشان غزل. ماشي وناكل كنافه بالنوتيلا. ماشي كنافه. مش عايزه عصير بالنوتيلا. ليمون بالنعناع. لا مش بنحبه. لا مش عايزه حاجه تاني. بيبسي اي حاجه. ممكن اتنين كولا. ماشي اتنين كولا واحده 7. ماشي اتنين كولا وواحده 7. ماشي ما تعمليش غدا بقى النهارده. خلاص مش شكرا يا محمد. بجد والله شكرا جدا ليك يا ندى. شكرا يا محمد بجد بجد. ابله هند محمد عازمكم النهارده كلكم على الغدا، شوفي انت عاوزه تاكلي ايه. فكتك حصاله. اي خدمه مدلعكوا. شوفي انت عاوزه ايه قبلها. نص كفته. ماشي نص كفته. ماشي ورق عنب ومحشي ورق عنب. محشي ورق. ماشي وبطاطس ومكرونه ولا رز يا امي. لا انا المحشي بقى خلاص. هي ميش. حاجه واحده بس. ماشي طب هتحلي بايه؟
احل بايه؟ وكنافه على الفحم. ماشي بالنوتيلا ولا بالقشطه ولا بالجبنه؟ بالنوتيلا. ماشي ايه تاني؟ عايزه بيبسي ليمون بالنعناع. سفن سفن. ماشي حاجه تانية يا امي؟ لا ما تحبش منكم بس كده. طبقك حبه صغننين حلوين. عايزين اطلب تاني؟ اطلب اللي انت عايزاه. اي حاجه نفسك ثلاثه. ماشي اي حاجه نفسك فيها قوليها. لا كده حلو. ندى محمد عايزينكم كلكم على الغدا. انا شايفه الناس كلها عماله تطلب من الصبح ورماني على جنب كده اخر الرف. لا ده انت اهم واحده. ندى طب هتاكليني ايه بقى؟ شوفي انت عاوزه ايه اللي انت عاوزاه تطلبي. لعلمك مش هطبخ في البيت يومين. اللي انت نفسك فيه اطلبيه. انت عاوزه ايه؟ انت شايفه كده؟ اه لما احمد بيعزمنا بطلب اكل يومين. ورقه وقلم. ماشي ورقه وقلم. يلا بصي يا ستي. عايز طبق رز كبير. ماشي ماشي اللي هو الملون ده. ماشي وعايزه طبق مكرونه بس مكرونه. ماشي بشاميل ولا مبربك عادي؟ مبربك مبربك. ماشي يا ندى. بس يا ستي وعايزه كيلو مشكل. كيلو مشكل داخل على التمر. مشكل يومين. لا انت نفسك فيه. انت نفسك فيه. انا عايزه كمان. طب اللي انت عاوزاه. انا مش طماعه. ماشي عايزه طبق بطاطس. ماشي محمره كده اللي هو شبه اخر واحد اكلته ده. فاكره؟ ماشي. ماشي وايه تاني؟ وعايزه طبق محشي بس يزود لي الكوسه شويه. ماشي تمام. ماشي تمام بس عايزه صغير مش كبير عشان انا بعد كل ده اكيد بطني هتشبع. ما اكل تاني يوم. ظبطيني سلطات بقى خليه يتوصى بالطحينه عشان احمد بيحبها. خلاص ماشي تمام كده زي الفل. وايه تاني يا ستي؟ ايه تاني هتحلي بايه؟ الحلو. الحلو تعرفي تجيبي لي ميلك تشيك من ماكدونالدز؟ لا يا حبيبتي هو مشويات. انت دخلتي على ماكدونالدز كنافه طلب تاني. كنافه مش عايزه. اكتبي لي تشيز كيك. واحده ولا اتنين؟ مثلثين. واحده ليه واحده لجوزي عشان لو احنا ناكلش كلها. ماشي ايه تاني؟ عايزه ليمون بالنعناع ولا بيبسي ولا سيفن؟ لا هشيل اتنين بيبسي الفيروز وحياه. ماشي وانتي عشان عامله دايت؟ ما بحبش البيبسي. ما بعد الاكل ده كله هحط فيك البيبسي. مش عايزه اي حاجه تانيه؟ اي حاجه نفسك فيها. لا والله ربنا يخليك. والله مش عارفه اشكرك ازاي. حاسه فرحانه قوي. اكتر واحده فرحانه. اول مره حد يعزمني مبسوطه. اول مره اعزمهم. ماشي يا ندى. بس اوعي تقولي اللي انا طمعانه فيك. انا كل مره لما اروح في اي حته لازم اطلب الطلبات دي كلها. ماشي يا ندى. ايه عدا اللي تشيز كيك عشان ما اكذبش عليكي. ماشي يا ندى. طب شوفي يا احمد لو عايز تزود حاجه. بيرس مصر الدكاس. لا ده كان عايز يعمل بيبي. بيرس مصر عطل موجود. بيرس مصر ملح مش حلو. احمد ندى. بيرس مصر احمد. بص يا احمد طلبت الطلبات دي يا احمد. طلبات ايه؟ اكل. ما انا عازمكم على الغدا النهارده. والله العظيم مدلعكم النهارده. بالله عليك هتجيب حضن. انت فعلا اخويا. والله العظيم. طب شوف. طيب شوف ندى طلبت كيلو مشكل ومكرونه مربكه ورز وبتاع ده وبطاطس ومحشي كوسه صغير والحلو. طلبها ست ايام ولا ايه؟ والله يا حبيبي هي قالت لي يومين زي ما انتوا بتطلبوا. والله لا ازاي. والله العظيم لما باجي معاكم مش بطلب. طب اقول لك حاجه. طب استنى هغير. معلش نفسي في حاجه. في بادجت معينه ولا لا؟ لا لا انت نفسك فيه بامان. اكتبي كيلو دي كومي. ايه لا انت تمشي والله. ايه ده ما ده اكل بعد كده. لا هي طلبت خلاص. خلاص عشان الناس طالبين مننا نعمل تحدي على دي. ماشي انت تحدي عندك انت مش عندنا احنا. يلا محمد امانه عليك طلب منك يا اخويا والنبي. انا ممكن استغنى عن كل ده بس وانت جاي الصبح هات لي سندوتشات كل الرصيد اللي انت عايزاه. قسما بالله انا نفسي فيه. المرة الجاية لما جيت شكل خلاص يعني؟ اه خلاص. والنبي اخويا لما تروح لعصير حاجة تانية؟ لا يا عم على بركة الله. خلاص كله تمام يعني؟ هتخليني اكمل ولا لا؟ قولي. لما تروح مكة عايزة قصب. هجيب لك قصب. حاضر صاحبي وعشرة العمر. صاحبي يا صاحبي يا صاحبي عم الناس. عايزين حاجة تانية؟ سيدي الناس. باي 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 باي. جعانين؟ جعانين. ندى جعانين. تعالي يا عم محمد فك الكيس يا جماعه. اخيرا اللهم صل على سيدنا محمد. هو ده انا وانت. والله العظيم يا جماعه من الساعه 8 الصبح ما كانش كل واحد غير سندوتش واحد بس. هنمشي منك يا محمد. يلا يلا خليك يا محمد. ربنا يضيعنا يا محمد. استنى بس 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 بس
جايب لي ايه؟ ايه ده يا محمد؟ لا لا جدع بيحلي اهو. يا ابني ده لما تقعد يا ابني جاوبت حليه محمد انا بحب اسمعكم. دي التحليه خدت بالك من المعالق؟ كل المعالقه لون. ده اللي شكل. انا نفسي ما قدمتش ناكل. لا هم شكل اهو. شكل ايه يا عم؟ انت عايزه مشكل محمد؟ قلت لك عايزه مشكل محمد. انا ما طبختش النهارده يا محمد عشان هاكل معاك. وخيار وبلط وشيبس وانا ما وصلتش حتى. لما انا اتغدى شيب بقول لك مش عامله حمام. والله العظيم انا انا بحبكم اهو. انا بحب اخواتي يا ابني. ده مستنياك يا ابني عشان ناكل يا ابني. انا جاي اخلى جدع. هتاكل اهو يا ابني. اعمل في البيت. يا عزومه يا ابني تضحك عليا وما عملتش اكل من الصبح يا ابني. انا بحب اخواتي. انت ماشيه. المولتو ده بجد ولا انتوا حاطينه؟ لا ده مولتو بجد. يعني لا 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 ما عملناش اكل في البيت. بنعمله ايه؟ اشتري يا حبيبي اكل. يا عم حاطينه ليه يا عم؟ ما هو اكل اهو. الاكل بتاعي مش عاجبك روح اشتري اكل. يمكن ده مسح زر. انا قلت انت قلت عايز مشكل اهو. مشكل قلت ده عادي الاكل من جوه. والله العظيم والله هو ده. والله ما يحصل. والله ما يحصل. محمد حقيقه محمد بص له اهي ميه اهي ميه اهي يا جدعان. طب عايزين ايه تاني؟ ميه تاني يا جدع. يا جدع انت عايز ايه؟ ما انا جبت لكم اهو يا عم. كنا طلبنا اكل انا عايزك مالك. لا روح اشتري بقى. كنا عاملين اي حاجه يا جدع. انا عايز اعمل ايه؟ هتشرب سيرفيس يا عم. الفروت ده عم في ايه يا احمد؟ ميه حلوه قوي. انا عايز مالك. والله اول لما جبت ازازه الميه دي هموت وادوقها. انا عايزك مالك. انا بطلع بعد كده هدي لك عادي. جايبين لها ميه تشربها كمان يا مان. يا عم بص. طب بص هات الطبق كده. بص زيتونه وصدق وخيار وشيبسي وجايب لك تحلي بحته تونه. انا بقى ما طلبتش مشكل. انا طلبت فراخ مشويه. ما هي ايه؟ ايه الصدق ده؟ ايه ايه؟ ايه وحشيه ايه؟ احنا بناكلها بقى وحشيه. طحينه ايه؟ طحينه وزيتونه اهو. فين الطحين؟ شكرا يا محمد. ايه وشيبسي بالفراخ. عايزه ايه تاني؟ صح. لا انا عندي بالجبنه. سقفوا البرنس مصر كلكم. مبسوطين مني؟ مبسوطين. ربنا يخليك لينا. انت عارف النهارده يوم تصوير ويوم تعب من الصبح واحنا قاعدين. كذبت علينا. ليه تعمل كده؟ اه والله العظيم. صح. مش عاجبكم الاكل بتاعي؟ احلى حاجه في خلاص روحوا اجيبوا اكل من بره. اعمل لكم ايه طيب؟ والله عاملين كده معانا يعني. حطيتوا البطكة بنتك ما تاكل. والله تاكل. والله تاكل ولا ما تاكل؟ والله ما تاكل. والله ما تاكل. كده يعني الشيبس يا امي بالفراخ؟ مش عاجبك؟ انت خليت سبابك. انا على بعض اللي بالك. ايه ده؟ ندى خلصت الطبق. انت خلصت الطبق وعايزه محمد وين الطبق خلص؟ والله يا ندى انا عايزك مالك. يا جماعه هقول لكم على ايه. استنى استنى اعتبر الطبق ده في اكل وكله على طول. فيها ايه؟ طب احنا الحمد لله سبعه سبعته. ربنا يخليك. شكرا. اي خدمه حبيبي. يا ولا ما عملناش اكل. يلا ولا ما عملناش اكل. ما عملناش اكل. يلا بس يا جماعه اللي محمد عمله ده نحمده ربنا عشان في ناس فعلا عايشه كده من كده كمان. احنا ممكن نموتك كده. الحمد لله واللي عمله محمد ده يخلينا نحس بالناس اللي اقل مننا ونساعدهم ونفتكروا اي حد. ممكن اقل حاجه في حياتنا. انا بفرح في الارض. روح الاكل بتاعي ده. ايوه كبات يا محمد. اكل يا محمد. ما لها الا الله. يا جماعة خلي عيلة كاملة. احنا 12 نفر مش عارفين يا جماعة. عمل لهم مفاتيح بعد التصوير محمود الجامع. عايزة اقول لكم على حاجة والله طعمه حلو. انا عايزة طبقة تاني. ويا رب يكون المقلب بتاعي النهاردة على ذوقك. ما تنسوش تعملوا يا جماعة. انت اللي قاعد اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلوا لكم كل جديد وكومنتات اكتر ولايكات كتير. يلا بينا كلنا.